أمي كبيرة بالعمر، أسأل الله أن يطيل عمرها في طاعته وأن يحسن لها الخاتمة يا رب. ليس لها استطاعة لختم القرآن، تقرأ كل يوم شيئا بسيطا، هل يجوز أن أهديها ثواب ختمة؟ وإذا فعلت ماذا أقول؟ هذا أحد القولين عند أهل العلم، يجوز إهداء ثواب القربات للأحياء وللأموات، قراءة القرآن وصلاة النافلة، فأحد القولين المعتبرين في هذه المسألة عند الحنفية والحنابلة أن هذا مشروع، فهذا من برك بأمك بارك الله فيك. أما لا يشتاط لفظ يا ولدي، أنت تتعامل مع رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، فالله جل وعلا مش محتاج تحط له عنوان المهدى ليه والزيب كود والفون نمبر، مش محتاج ربنا عن كل الكلام ده في تعاملات البشر، تعامل مع رب العالمين النية. وصلى الله على محمد، وجزاك الله خير على برك بأمك، زادك الله بها برا وتوفيقا يا ولدي. وتذكر قول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كنز استراتيجي الآباء في حياة الأولاد، إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة سيستشعرون هذا عندما يفارقون الحياة الدنيا. لا تنتظر موته، صل في الحياة أبا، لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكب. لا تنتظر موته، صل في الحياة أبا، لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكب.